السلام عليكم. انضمت الجزائر إلى قائمة الدول التي يحكم التوتر علاقاتها بفرنسا، وذلك بعد تصريح هجومي حاد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكك فيه بوجود أمة جزائرية قبل احتلال بلاده الجزائر. يجيء هذا التصريح كما يقول مراقبون في ظل حملة باكرة لماكرون يريد أن يكسب من خلالها أصوات الناخبين اليمينيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان أبريل المقبل. وبالرغم من أن الرئيس الفرنسي أبدى رغبته في حوار مع الجزائر ينهي حالة التوتر، فإن مراقبين يرون موقفه مناورة لتجنب خسائر اقتصادية كبيرة إذا ما قرر الجزائريون استعمال سيف المقاطعة أكثر من كونه تعبيراً عن ندم. ولكن ما بواعث ماكرون على التصعيد مع الجزائر من خلال تصريح تزامن مع قرار بتخفيض عدد التأشيرات لبعض بلدان المغرب العربي من بينها الجزائر؟ وأي تداعيات لهذا الاستفزاز الفرنسي على العلاقة بين البلدين التي تحكمها روابط اقتصادية بمليارات الدولارات سنوياً؟ هذا ما نبحثه في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلاً بكم. الأزمات التي يصنعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطارده في كل مكان، أزمات داخلية أفقدته شعبيته كان رجع صداها بصفعات ورمي بالبيض يتلقاها خلال جولاته، وأخرى خارجية كان منها أزمة إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات نووية فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية، ولعل آخرها تصريحاته المسيئة للجزائر. تصريحات ماكرون التي نقلتها صحيفة لوموند جاءت خلال لقائه مع مجموعة من الطلبة الجزائريين، حيث بدأ بالهجوم على النظام السياسي في الجزائر واصفاً الرئيس عبد المجيد تبون بأنه عالق في نظام شديد التصلب، ثم سخر من الجزائر كأمة حين شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي. الرئاسة الجزائرية ردت على تصريحات ماكرون باستدعاء سفيرها في فرنسا للتشاور جراء هذا التدخل في شؤونها الداخلية وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وقالت إن هذه التصريحات تمثل مساساً غير مقبول بأكثر من 5 ملايين شهيد ضحوا بأنفسهم عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي بين عامي 1830-1962. أحزاب جزائرية عبرت عن رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الفرنسي وأنها تنم عن حقد دفين تجاه الجزائر وجهل مريب بتاريخها، وتكشف عن الوجه الحقيقي للسياسة الفرنسية تجاه الجزائر. التوتر الحالي بين فرنسا والجزائر ليس الأول من نوعه، ويبدو أن ماكرون الذي وصف الإسلام من قبل بأنه يعيش في أزمة أصبح ماكرون منغمساً في أزمات لا تنتهي، ويريد التغطية عليها بخلق توترات خارجية، فهو يواجه معضلات تتعلق بفشله في تحقيق الكثير مما وعد به الفرنسيين بشأن خفض معدلات البطالة وإنعاش الاقتصاد، فسعى لشغل الرأي العام الفرنسي مستغلاً قضايا المهاجرين وآملاً في كسب أصوات اليمين المتطرف. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ يوسف بن رجم بن سالم، المحلل السياسي الجزائري، ومعنا من الجزائر العاصمة عبر سكايب الدكتور تغراسي الهواري البرلماني الجزائري السابق والخبير الاقتصادي، وكذلك من الجزائر العاصمة عبر الهاتف الدكتور رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأت معك دكتور تغرسي، يعني بالرغم من أن فرنسا تواجه سلسلة أزمات سياسية على الصعيد الخارجي سببها حقيقة هو ماكرون نفسه من خلال تصريحاته ومواقفه، فإن الرجل ما زال يجد اللياقة الذهنية والنفسية الكافية لتوتير العلاقة مع بلد مثل الجزائر. هل تلمح سببا جوهريا وراء هذا الخطاب الفرنسي تجاه الجزائر؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. عقدة فرنسا خاصة من
من نقدر نقول من المنظومة الإفريقية اللي موجودة، خاصة من دول إفريقية. ما زالت إفريقيا، ما زالت فرنسا طبعا تسير أو تتعامل مع إفريقيا بنفس المنظار اللي كنا فيه في سنوات طبعا الاستعمار في السنوات السابقة. نظن إفريقيا اليوم هي مش الجزائر فقط، لأنه شفنا تحرك إفريقي مثلا من مالي لما استدعى السفير الفرنسي، لما شفنا كثير من التغيرات، وجه التغيرات في دول إفريقيا. وبالتالي نظن البداية بدأت من الأزمة، خاصة في تقسيم عدد الفيزا إلى نصف، هذا الإشكال. ولكن يبقى هذا عمل تقني يمكن التفاوض عليه طبعا بين الجانب الفرنسي والجزائري. ولكن لما طبعا خرج السيد ماكرون، نظن هو بهذه التفاهات وبهذه الكلمات طبعا يبان بانه مراهق سياسي في العمل، لانه لما يشكك طبعا في تاريخ الجزائر وفي طبعا حكومات الجزائر وفي انظمه الجزائر طبعا وفي كل ما هو جزائري. هنا الاشكاليه بالنسبه لي، نظن انه النظام الجزائري اختلف مع النظام السابق اللي كان موجود واللي اعطى كثير من الامتيازات بالنسبه للنظام طبعا الفرنسي. هنا طبعا شفنا انه تحرك الحكومه والشعب ازاء هذا طبعا الموقف اللي طبعا شفنا منه خرجات وطبعا كلمات متعدده للشك في النظام الجزائري والشك في تاريخ الجزائر والامه الجزائريه. ونعرف انه لما نشوف تاريخ الجزائر ما قبل 1830، نعرف انه ونعرف تاريخ العلاقات الفرنسيه الجزائريه، نعرف انه من حيث الثقافه كانت هناك طبعا شعب مثقف ومتطور ومتحضر في انذاك. حاجه واحده اخرى، نعرف انه المنظومه بصفه عامه ولا الدوله الجزائريه انذاك هي اللي كانت تقرض طبعا فرنسا. لما تشوف تسمع الحكايات اللي موجوده طبعا بالنظام، كيف يمكن او كيف كان يسير في، وطبعا كيف لكن كان دكتور تغرسي، معذرة، ذكرت أشرت إلى نقطة يعني قد تبدو لافتة، قلت بأن النظام السابق، تقصد أنه ما قبل الحراك الجزائري، كان يقدم امتيازات للفرنسيين، وأن النظام الحالي ربما قلل هذه الامتيازات. هل هذا سبب كاف لتوتير علاقة مع دولة برأيك، وأن يتجرأ بمثل هذه الخطابات يشكك بوجود دولة؟ والله شوف، لازم نعرف انه الكلام تاعو كان موجه طبعا، كان كلام سياسي في ظنه. انا قلت سميته مراهق سياسي، لانه لما واحد عنده نضج سياسي ما ينطقش بهذا الكلام طبعا في ضد شعوب باكملها، وثم يمكن في الاخير سمعناه بدا يتراجع في العمليه. اذا الازمه السياسيه اللي موجوده خاصه في فرنسا واصحاب البدلات الصفر، ولما نشوف الاصناع الاقتصادي موجوده في فرنسا، نعرف ما هو الاشكال الخلل اللي موجود عند فرنسا، واللي قدمت مؤخرا للاتحاد الاوروبي طبعا قرض كبير بالنسبه لفرنسا، لانه فرنسا تعيش ازمه اقتصاديه حاده بالنسبه لها طبعا. لانه علاش فقدت خاصه السوق الافريقيه، وبدات تفقد السوق الافريقيه اللي كانت بكل صراحه كانت تسير بنفس الفكره الاستعمار الفرنسي في المراحل السابقه، ولكن لما كان استعمار بواسطه السلاح ولا استعمار طبعا ثقافي. وشفنا انه هناك بعض الدول الافريقيه اللي خرجت من المنظومه الفرنكوفونيه في المراحل الاخيره، ونظن لما خرجت من هذه النظام عرفت قفزه نوعيه، ونحكي طبعا عليها، اللي هي مثلا رواندا. مثلا رواندا انتقلت الى نظام اخر، وبالتالي بدات تشوف هنا افريقيا مؤخرا، مش في الجزائر، حتى بلدان واحده اخرى افريقيه بدات تشوف طبعا تغيير بالنسبه للاحسن، اذا طبعا ما قدمت او اذا ما استقلت عن الاستعمار بكل صراحه. الاستعمار يعني الجديد، لو اجملت دكتور تغرسي، لو اجملت لنا الجواب عن هذا الموضوع، يعني انت ترى ان الباعث على موقف ماكرون هذا الحاد تجاه الجزائر هو باعث اقتصادي في الدرجه الاولى؟ أكيد. لما نشوف أنه لما أنا خاصة في الاقتصاد وفي الإحصاء الاقتصادي، نعطيك أرقام بسيطة فقط، أنه 18 مليار دولار خسائر فرنسا طبعا من هذا، أو منذ أن مجيء النظام الجديد بالنسبة للجزائر. هنا نحكي على طبعا لما نحكي على مثلا
القمح بالنسبة للاستيراد ومشكلة القمح بالنسبة للجزائر، واللي قيمة تاعها كانت في السنوات الماضية تقريبا 7 مليارات، ونصف تقريبا أغلبها مستوردة من فرنسا. نظن أن الجزائر اتبعت فكرة واحدة أخرى اللي هي تنويع طبعا الاقتصاد وتنويع الشراكة طبعا مع روسيا مثلا بالنسبة للقمح وكثير من الشركاء. حاجة واحدة أخرى، لما نشوف مشكلة مثلا أناداركو اللي كانت قيمتها تقريبا 5.5 مليار دولار، وطبعا حبت كانت المراد منها انه الشركه طبعا شركه توتال انه تستحوذ العمليه لتمثل تقريبا 24% من الانتاج الوطني بالنسبه للطاقات الخامه. هذه اشكاليه كثير من القطاعات اللي كانت موجوده في فرنسا. اعطيك رقم فقط بسيط، 10 ارجو الاختصار دكتور تغرسي، ارجو الاختصار الشديد، تفضل. موجوده بالنسبه للدراسات على مستوى الجزائر، إذا كانت أموال طائلة تتحصل عليها طبعا فرنسا، ولكن بكل صراحة ليس بالنسبة للاستثمارات الفعل الحقيقية الذي طبعا يريدها طبعا الجزائري أو النظام الجزائري. حاجة واحدة أخرى، أنه لازم نفهم أنه الجزائر ما لا يوجد فرق بين، لأنه السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى طبعا، لأنه من غير ما هذه النقطة دكتور تغرسي، هذه النقطة الاقتصادية، المقاربة الاقتصادية التي قدمتها تحتاج حقيقة إلى شيء من التفصيل، سأعود إليك بعد قليل، لكن دعنا ننتقل إلى زميلك الآخر الدكتور رضوان بوهيدل لنبحث الأمر من منظور أو من مقاربة سياسية. يعني دكتور رضوان أهلا بك مرة أخرى، في كل أزمة خارجية تواجه فرنسا منذ في حقبة الرئيس إيمانويل ماكرون، يسارع المراقبون إلى القول بأن وراءها انتخابات رئاسية، بأن الرئيس يريد أن يكسب اليمين المتطرف، أن يغازل اليمين المتطرف حتى يكسب أصواتا في الانتخابات المقررة في نيسان أبريل المقبل. سؤالي هو، يعني حصل هذا في موضوع عندما قال ماكرون إن العالم الإسلامي مأزوم أو إن الإسلام هو بحد ذاته مأزوم، وحصل هذا في موضوع الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمدرس صامويل. يعني السؤال هو، هل بات العالم الإسلامي مذبحا للرئيس الفرنسي ومادة أو ورقة انتخابية في الانتخابات الفرنسية، أم أن هذا الأمر من قبيل المبالغة؟ أولا مساء الخير لك أخي الكريم، وعبر الرافدين إلى كل الشعب العراقي الشقيق وإلى ضيوف كثيرة. طبعا قبل الحديث لو سمحت أخي الكريم، دعني أعقب على كلمة جاءت في تقريركم، أو بمعنى أصح ربما سقط منكم سهوا، هو أنه ماكرون لما تحدث لم يتحدث إلى طلبة جزائريين، ولكن تحدث إلى أحفاد من يعرفون بالحركة، والحركة بالنسبة للجزائريين هم من خانوا الجزائر أثناء الثورة التحريرية. فقط أردت تصليح هذا النقطة لأنها فارقة جدا بالنسبة لنا. طبعا ماكرون اليوم يحاول التشبث بأية قشة قد تعيد الشعب إليه لانتخابه لعهدة ثانية. لذلك أعتقد أنه قد يستغل الجزائر، قد يستغل الإسلام، قد يستغل أي شيء في طريقه لاسترجاع ما خسر خلال هذه السنوات، لأنه ماكرون وفرنسا يعيشون حالة من التخبط منذ السنوات، منذ أزمة السترات الصفراء، تراجع الدور الفرنسي على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. يعني اليوم ربما دعني أقول أنه ماكرون يعتبر أضعف رئيس ربما في تاريخ فرنسا، يعني حتى هيبة فرنسا كدولة نووية موجودة في مجلس الأمن إلى آخره ضاعت هيبتها حكم ماكرون الذي لا يكتسب هذه الخبرة، أو بمعنى أصح فرنسا أكبر من ماكرون في هذه الحالة. لذلك أعتقد أنه يجب أن ننتظر أكثر خلال الأسابيع القادمة بالنسبة إلى الجزائر أو بالنسبة إلى أي دولة أخرى، تركيا غيرها، أي دولة ربما ستكون أمام طريق ماكرون يحاول استغلالها في حملته الانتخابية. لكن معذرة دكتور رضوان، يعني أنت الخبير بالعلاقات الدولية، هل ميكانيزم إذا صح التعبير أو ميكانيكيات العمل السياسي في الجزائر في فرنسا تبيح أو يعني تقبل من حيث الثقافة العامة في المجتمع السياسة، تقبل بأن يكون العالم الإسلامي بمقدساته بنبيه بدوله ممكن أن تكون مادة
ورقة انتخابية يعني يتلاعب بها، هل هذا موجود في الثقافة السياسية الفرنسية اليوم؟ لا، هو موجود في الثقافة الفرنسية التي تعودت على الرضوخ وتعودت على القابلية للاستعباد أو القابلية للاستعمار كما أسمى رحمه الله المفكر الجزائري مالك بن نبي، لذلك هي تتجرأ له، وهذا ما لم يحسبه ماكرون في كلمته الأخيرة عندما تطاول على تاريخ الجزائري والذي يعتبر يعني أحدث المدن المبنية في الجزائر مثل قسنطينة أو مثلا إلى آخره، هي أقدم من فرنسا بكثير ومن أوروبا. هو الجاهل بالتاريخ وتجاهل هذا التاريخ، لم يكن يتوقع أن يكون هناك رد من طرف الدولة الجزائرية، وهذا ما لم يحسبه في الحسبان. لذلك لاحظنا أن الموالي كان فيه نوع من التردد، نوع من الندم، وليس التراجع، أقول نوع من الندم، فيه نبرة ندم ولكن لم يتراجع، بل أكد لأنه لا يريد أن يخسر اليمين المتطرف في فرنسا، يريد أن يكسب القاعدة الشعبية التي كسبتها مؤخرا وكذلك منافسه المحتمل الثاني إيريك زمور. لذلك كل شيء منتظر خلال الأيام والأسابيع القادمة في التصعيد، على الأقل مع الجزائر التي لم تعد من الدول التي ترضخ لما يقال عنها وطعن في تاريخها. حقيقة يعني الإجراءات، ردود الفعل الجزائرية كما تفضلت دكتور رضوان كانت كبيرة وقوية، لم يتوقعها الفرنسيون وحتى غير الفرنسيين. وهنا أنقل السؤال لضيفي في الاستوديو، يعني استدعاء السفير للتشاور، منع الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في المجال الجوي الجزائري، برأيك هل الأمر يحتاج إلى كل هذه الردود أم أنها قضية مرتبطة بأزمة النظام السياسي في الجزائر الذي أخفق بحسب جزائريين في تحقيق كثير من الوعود المهمة للحراك الجزائري؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للسؤال الذي طرحته، فإن الرد الجزائري لم يكن أبدا في المستوى الذي كان يجب أن يكون عليه، بحيث رأينا حينما وقعت الأزمة مع الشقيقة المغرب كانت ردود جد قاسية. فالردود على ما قاله ماكرون بالنسبة للحجم، نقول الإهانة التي وجهها والتي كان مقصودا بها أولا الشعب الجزائري قبل أن تكون الدولة. ماذا بإمكانها أن تفعل الجزائر أكثر مما فعلت؟ الجزائر بإمكانها أن تفعل الكثير، وأنا لا أطالب الدولة، لأن الدولة وهو معروف رابطتها مع فرنسا، لولا النظام الجزائري الموجود في على قمة الحكم في الجزائر لما كانت الإهانة من ماكرون على هذا بهذه الوقاحة. أقولها وأعيدها، لم يكن قول ماكرون بهذه الوقاحة إلا لأنه يعلم ضعف النظام الجزائري والذين جلهم يحملون الجنسية المزدوجة وهي بالذات الجنسية الفرنسية. طيب لو بحثنا في على مستوى النظام الجزائري لوجدنا جل النظام الجزائري يحمل جنسيتين إحداهما الفرنسية وهي التي لها الولاء الأكبر. طيب أستاذ يوسف، على الجنسية الجزائرية، أنت تقول أن الجزائريين لم يقدموا ما ينبغي أن يقدموه، يعني بنظرة موضوعية بعيدا عن العاطفة في هذا الموضوع، ما الذي يمكن أن تقدمه الجزائر في مواجهة دولة مثل فرنسا؟ يعني استدعت السفير ومنعت الطائرات العسكرية من التحليق، هذا ردود فعل اعتبرها مراقبونها كبيرة ومبالغا بها. هذا إن صح أن الطائرات الفرنسية منعت من استعمال المجال الجوي الجزائري، خبر رسمي، لأننا التسويق للرأي العام شيء وعلى الأرض واقع ثاني. فرنسا استدركت لأن هناك فاغنر سيدخل على الخط في قضية مالي، وهذا الجزائر قد يجد الروس أولياء لهم في النظام الجزائري. ففرنسا لها عدة جوانب، أما النظام الجزائري كانت له عدة مجالات يستطيع أن يرد عليها ويكون الرد قاسيا، بحيث يلزم فرنسا حدها. مثل ماذا؟ يعني جل مصانع فرنسا بتشتغل من المواد الخام المستخرجة من الجزائر، نحن البقر الحلوب لفرنسا، لو نقطع الحبل السري الذي يربط الجزائر بفرنسا ستموت فرنسا، لن يبقى لفرنسا شيء. على فكرة يعني نجد فرنسا مصنفة الثالثة من ناحية المخزون الذهب في العالم، هل هناك موجود منجم واحد في فرنسا، منجم ذهب واحد في فرنسا؟ ليس هناك موجود منجم واحد في فرنسا، كلها من أفريقيا ومن المناجم الجزائرية ومن ما هو معروف ما يسمى بالمستثمرات الفرنسية.
فرنسا الذي هذا أنا لست أدري مقياس ماكرون الذي يوضع لكي يقاس به هذا الشعب أمة أو ليس بأمة، ما هو؟ هل هو كثرة القتل للأماكن التي دخلت فيها فرنسا تجعل منك أمة؟ هل هو سلب خيرات الناس الآخرين هو الذي يجعل منك أمة؟ ما هي المقاييس، ما هي المعايير لديك في وزن الشعوب إن كانت أمة أو ليست أمة؟ فماكرون وعليه، وهذا منقصة في حق ماكرون في حد ذاته، لأنه لماذا؟ هذا يدل على أن فقره في المعلومات التاريخية، لأنه لو تبحث في التاريخ سيجد الشعب الفرنسي الذي كان يباع كرقيق في الجزائر وكان ينتظر أن تأتي الإتاوة من فرنسا حتى يحرر ذلك الرقيق. نعم. طيب. الجزائر لها أسطول كان مسيطر، أمريكا كانت تدفع الإتاوة لأجل المرور عبر البحر الأبيض المتوسط، فرنسا كانت تدفع الإتاوة، الدنمارك، هولندا، كل هذه الدول الأوروبية، لولا أنه النظام الجزائري الذي يحتوي على أناس انتمائهم فرنسي أكثر منه جزائري. وزير الخارجية السابق ميدلسي كان في اجتماع في أوروبا فقال لهم بهذه العبارة: نحن أوروبيون أكثر من الأوروبيين لولا أن التاريخ نحى منحا آخر. ما هو المنح الآخر الذي نحاه التاريخ؟ هو أن المجاهدين الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم من أجل تحرير ذاك التراب، والتراب تحرر، لكن السياسة الجزائرية لا زالت إلى يومنا هذا تساق من طرف فرنسا. أنت تحدثت عن هذه القضية وأشرت إلى جانب اقتصادي، وهذا يعيدني إلى ما تفضل به الدكتور تغرسي في الجزائر. يعني فرضية الأسباب الاقتصادية دكتور تغرسي ليست غائبة تماما عن الموضوع، لكن إذا ما كانت فرنسا غاضبة من تنويع مصادر استيرادها الجزائر، من تنويع شركائها والتعاقد مع شركاء جدد اقتصاديا على حساب النفوذ الاقتصادي الفرنسي التقليدي والتاريخي في الجزائر، ما الذي ستعيده تصريحات ماكرون لاعتبار فرنسا الاقتصادي في الجزائر؟ ما الجدوى من هذه التصريحات في رأيك؟ والله خاصة لما نشوف المنظور الاقتصادي وطبعا الاستثمارات الفرنسية اللي في الجزائر، لا يمكن اعتبارها استثمارات، لأن بكلمة أخرى هو طبعا نفاذ لمنتجات الفرنسية إلى الجزائر، لأنه لما نشوف الشراكات الموجودة في قطاعات متعددة قليلة نوعا ما، وبالتالي لأنه نشوف القطاعات، بعض القطاعات الاستراتيجية المهمة طبعا ما كانش شراكة لطبعا الشركات الفرنسية، اللي تقريبا هي 500 شركة موجودة في الجزائر، ولكن هذه الشركات الهدف بتاعها دائما هو الربح السريع بالنسبة للجزائر، كانت هدف منها وكيفية تسويق الفائض بالنسبة لفرنسا. نظن السياسة طبعا منذ طبعا مجيء نظن النظام الحديث بعد الحراك الوطني في هذا المرحلة نريده طبعا، او يريد الشعب الجزائري او يريد كذلك المسؤولين الجزائريين تنويع خاصة الشركاء. هنا لما نشوفوا في ظل طبعا الوباء كورونا كيف يمكن طبعا تعامل في الجزائر، وطبعا صبنا شركاء اجانب خارج فرنسا اللي هي طبعا الصين، صبنا روسيا، صبنا تركيا، وطبعا لاحظنا انه الازمه الصحيه بالنسبه للجزائر كانت طبعا بسيطه مقارنه مع حتى مع دول اوروبيه، وبالتالي حتى تشوف لما تشوف الارقام بالنسبه لارقام اليوميه بالنسبه لحالات المصابين بالكوفيد طبعا هي بسيطه، لانه قدرنا على الاقل نتحكم في العمليه منذ البدايه، قدرنا وين كانت في بعض اللحظات شفنا الصراع اللي كان موجود على طبعا على كل هذه الأشياء المرتبطة بالعامل الصحي، حتى في أوروبا كأننا في قانون الغابة في المرحلة السابقة نظن سنة 2020 كان تسير بهذه الطريقة، ولكن الجزائر عرفت طبعا عرفت مساعدة قوية من طرف طبعا الجهات اللي هي الصين، واللي طبعا ولات بالنسبة للجزائر طبعا أكبر ممول بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وطبعا من أكبر المستثمرين بالنسبة للجزائريين. ثانيا روسيا كذلك لاحظنا أنه طبعا التبادلات التجارية، ونظن حتى مشكلة الغواصات مؤخرا، نعرف أنه طبعا الغواصات الجزائرية المقتنة طبعا من طرف روسيا والصين في المراحل الأخيرة، كل هذا راح يخلي طبعا فرنسا ويخلي النظام الفرنسي بصفة عامة يفقد طبعا أهم سوق بالنسبة لي، نقولها مش استثمارات، ولكن سوق بالنسبة لي اللي طبعا لتصدير منتجاته. حاجة واحدة أخرى أنه حتى الأفارقة لاحظنا تحرك الأفارقة في الأخير، لأنه بدأت الحركية
خلينا نقولها انه حركيه التحرر من النظام الفرنسي اللي ما زال يمشي بنفس الطريقه بالنسبه للاستعمار القديم ولكن بطريقه حديثه نوعا ما في هذه المرحله. هنا شفنا انه كيف يمكن طبعا التكالب بالنسبه للنظام الفرنسي على تاريخ الجزائر وعلى اقتصاد الجزائر وعلى المؤسسات الجزائري وعلى الشخص الجزائري. قلت فقط بالنسبه للارقام، لما نجمع الارقام لما نقول الرقم تاع 18 مليار دولار هو رقم طبعا كبير جدا جدا، لانه لما نشوف تقريبا مداخيل او الميزانيه بالنسبه للجزائر تقريبا هي حوالي 60 مليار دولار، لما نشوف رقم 18 مليار دولار مقارنه مع 60 مليار دولار رقم كبير. يعني ربع الميزانيه تذهب لمصالح فرنسا الاقتصاديه. حقيقه دكتور تغرسي، يعني الموضوع الاقتصادي حاضر بقوه في هذه الجزئيه، ولكن انت تحدثت عن غضب الرئيس الفرنسي، الا انه سرعان ما عاد عن هذا الغضب ودعا الى فتح حوار مع الجزائر توطئه لتهدئه الحاله وانهاء حاله التوتر. نبحث مزيدا من التفاصيل في هذه الحلقه بعد عوده من فاصل قصير. أسعدكم الله، هذه عودة للحديث عن التوتر السياسي بين الجزائر وفرنسا على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي ومواقفه الأخيرة المتعلقة بدول المغرب العربي. أستاذ دكتور رضوان، يعني الرجل بلغ ماكرون بلغ، طبعا هي الحلقة ليست عن ماكرون والسؤال ليس عن ماكرون، هي قضية مرتبطة بالتوتر فرنسي جزائري، ولكن بما أن ماكرون هو الذي يقود هذه العملية، بلغ الرجل المدى والذروة في قضية التصعيد ضد الجزائر تحديدا، ثم بعد ذلك سريعا عاد إلى رشده ودعا إلى إنهاء التوتر. هل يمكن أن نستخرج قراءة معينة من سرعة هذا التبدل في الموقف، انحداره 180 درجة؟ لا، هو الحديث عن تبدل 180 درجة بالنسبة إلى فرنسا لا يمكن أن نفصله عن تغيير بالنسبة إلى ماكرون، لأنه ماكرون اليوم هو رئيس لفرنسا ويمثل فرنسا. حتى لو كانت الأخيرة هي عبارة تصريحات متهورة قد تمثله شخصيا أو تمثل حزبه أو تمثله كمترشح محتمل، إلا أنه يمثل الدولة الفرنسية، لذلك لا يمكن فصل هذا عن ذاك. من الصعب اليوم القول أنه فرنسا شيء والشعب الفرنسي شيء وماكرون شيء آخر. لا، الجزائر تعاملت بجدية بشرعية دولية. قد أختلف ربما مع ضيفك في الاستوديو خاصة واحترم رأيه، هو تحدث عن الراحل مدلسي وزير الخارجية السابق قبل أكثر من 10 سنوات، ربما ضيفك متواجد شارج الجزائر منذ فترة ولم يحين معلوماته، لأنه كان هدفه واضح أنه يتهجم على النظام ويعارضه، وهذا من حقه طبعا، لكن اليوم نتعامل مع نظام جديد نعطيه الفرصة. النظام أثبت أنه يتعامل النفس بالنفس مع فرنسا، وهذا شيء يعني اعترفت به حتى فرنسا وبقية الدول، وإفريقيا تسير على هذا. لكن دكتور رضوان أريد قراءتك لعودة ماكرون سريعا عن مواقفه الحادة ودعوته للحوار والتهدئة مع الجزائر، يعني هل ثمت شيء مفهوم من الناحية الاستراتيجية أو السياسية عندك؟ أنا سأعود إلى هذه النقطة، لكن أنا مختلف مع من يقول أن ماكرون عاد وتراجع عن مواقفه السابقة. بالعكس، أنا أعتقد أنه تصريحه الثاني فيها نوع من الندم، ولكن هو تأكيد للتصريحات
حقيقة من الخطأ القول أنه تراجع، لا بالعكس، هو أراد أن يورث الرئيس عبد المجيد تبون كشخص. هو تحدث يعني بطريقة هادئة عن تبون بأنه تربط علاقات طيبة آخره، هو يضع ثقته فيه، لكن أقصى بقية مؤسسات الدولة والشعب الجزائري الذي طعن في تاريخه، هو طعن في تاريخ 45 مليون جزائري. لذلك من الخطأ القول أن تصريحات ماكرون الثانية هي عبارة عن تراجع، بل بالعكس هي تأكيد للتصريحات السابقة وامتداد للاستفزازات الأولى. طيب، بعد ما قاله وفعله ماكرون، ثم بعد ذلك أعرب عن رغبته في التهدئة، هل يكفي التصريح بالرغبة في التهدئة لتحقيق هذه الغاية برأيك، أم ثمة أشياء أخرى يجب أن تقصد وأن تنفذ؟ والله هناك يعني بعض يعني النظام الفرنسي ينظر إلينا وكأننا كبش فداء، كل ما كانت له انتخابات أو كانت له قصور أو كانت له إخفاقات على أرض بلاده يجدنا نحن شماعة يسبنا حتى يهدئ الرأي العام لديه أو حتى يغطي على النقائص التي لديه. أما فيما يخص فيما قاله السيد رضوان بخصوص أن النظام منذ 10 سنوات وعلي أن أجدد معلوماتي وكذا، فأنا أتحدى من يقول أن النظام الجزائري قد تغير، فالمنظومة كان يقودها الجنرال توفيق رئيس المخابرات الجزائرية وبمساعده نزار المعروف، ونحن في ذكرى أكتوبر الذي قتل الجزائريين في أكتوبر وقال أنني قتلتهم لأنني لا أجد الرصاص المطاطي فاستعملت الرصاص الحي، وهو الآن الذي يسير ويتخذ القرارات بعد أن كان فارا في إسبانيا ورجع فاستقبل على الحصير الأحمر. أما بالنسبة لتغير النظام، التغير النظام في الجزائر لم يتغير، وماكرون عندما قال ما قاله لا يخاف من النظام الجزائري، لأن أموال كل من يكونون النظام الجزائري أموالهم في الأرصدة والبنوك الفرنسية، كل أملاكهم موجودة هناك، فأي تحرك صغير منهم ستضع اليد على أموالهم. لماذا دعا إلى التهدئة إذن؟ دعا إلى التهدئة. هناك وزير سابق، وزير الاقتصاد فرنسي سابق، قال بالحرف الواحد أننا نسيطر على الاقتصاد الجزائري بنسبة 75%، والذين يناوئوننا على الاقتصاد الجزائري هي الصين وتركيا. هذا قاله منذ سنوات فائدة. هناك أكثر من 8000 شركة فرنسية تعمل في الجزائر. عفوا أستاذ يوسف، هذا من سنوات فائدة تغير الوضع، الآن امتدت تركيا إلى هناك وامتدت الصين. نعم هو قالها، هناك مناوئون لنا على الأرض. لم يعد 75%، وقد طرح الدكتور تيغراسي بأن هناك شركاء جدد أكلوا من حصة الفرنسيين في الاقتصاد الجزائري. لأن هناك صراع بقمة النظام الجزائري بين من هو انتماء فرنسي وبين من هو انتماء روسي وبين من هو انتماءات أخرى قد تعددت. قبل كانت الجزائر فقط تحت يد فرنسا تتصرف فيها كما شاءت، مثلها مثل المستثمرات الإفريقية. أما اليوم أصبح الذين يناوئون على الأرض الجزائرية أمريكا، الصين، روسيا، كلهم يسعون إلى موطئ قدم في الجزائر الآن. بالتالي فرنسا ليس لها القوة أن ترد هؤلاء العمالقة الذين جاءوا يزاحمونها على الخيرات الموجودة في الجزائر وعلى الخيرات الموجودة في إفريقيا، لأن أصبحت الآن إفريقيا كلها ينظر إليها العالم الغربي على أنها المصدر الأول للطاقة في العالم. وكما نعلم مشكلة أوروبا هذه السنة مع روسيا التي قطعت عليهم الغاز أو خفضت عليهم نسبة الغاز الذي سيباع لهم في هذا الشتاء، فأصبحت مصادر الطاقة ومصادر الغاز ومصادر هذه كل المصادر أصبحت أكبر اهتمامات القوى الغربية، فالجزائر هي إحدى هذه المصادر. فلذلك يعني بلفظ، فقط باللفظ يقول أنه تراجع ويريد أن يصلح ما أفسد بينه وبين الجزائر. لذلك أعطيك نقطة ثانية، هذا ماكرون قد كلف منذ سنتين أو مدة فائتة المؤرخ المعروف بنيامين ستورة على أن يدرس له التاريخ الجزائري حيث يجد له ثغرة يدخل منها كي يحسن صورته لدى الشعب الجزائري. فكذلك هذه العملية بالذات بعثوا خبراء فرنسيين إلى الجزائر بحيث يدرسون كيف يغيرون المنظومة التربوية التي ستصنع من الجيل الصاعد أنه يتقبل فرنسا.
رغم ما فعلت به من مساوئ ومجازر وكذا، فهو الآن تكلم قال في مقولته أن ينسي الشعب الجزائري استدمار فرنسا له كما نسي احتلال التركي له. الاحتلال التركي لم يخلف مجازر، الاحتلال التركي لما خرج من الجزائر كانت نسبة الأمية منخفضة إلى درجة يعني كبيرة، لكن لما جاءت فرنسا زرعت الجهل في الشعب الجزائري، زرعت فيها ما يسمى بالأنديجان وجعلت له الصكوك التي يأتي بها كل أسبوع كي يأخذ حصته من الأكل. فهذا ما فعلته فرنسا. فرنسا أينما مرت ترمي الملح وراءها حتى لا ينبت شيئا في هذا الموضوع. طيب أنا أريد أن أعود مرة أخرى للدكتور تيغرسي، يعني معرفة أو إدراك ما وراء تصريحات الرئيس الفرنسي الجديدة يساعد كثيرا على فهم القضية بشكل عميق. يعني عندما يقول أنه يريد أن يهدئ مع الجزائر، هل الدافع وراء ذلك اقتصادي وتمسك بالحصة البقية أو البحث عن استعادة ما فقده لصالح الشركاء الجدد، أم إحساسه بالعزلة السياسية بعد خلافه مع أمريكا وروسيا على خلفية الغواصات النووية، بعد خلافه مع تركيا بسبب التنافس في إفريقيا، وبعد خلافه مع العالم الإسلامي، والآن مع مالي، هل شعوره بالعزلة السياسية إلى حد ما أم البحث عن الميزات الاقتصادية في الجزائر؟ والله الحمد لله أنه صديقنا قال كلمة جميلة أنه تعدد الشركاء. طبعا إذا كان النظام الحالي الجزائري طبعا هو ابن فرنسا كله، فلا يمكن طبعا التعامل أو إعطاء الأولية بالنسبة للصين كطبعا الشركة الأول ثم المرتبة الثانية، لأنه هذه الترتيب نتاعها في المراحل السابقة كانت طبعا أكبر مورد أو أكبر مستثمر أو أكبر كذا. نعم يحكي على 75% ممكن جدا كان في المراحل السابقة، ولكن لازم نعرف أنه تغيرت المعطيات. ما دام أنه تغيرت المعطيات معناتها النظام هذا تغير للأحسن، والهدف أنه هو تنويع بالنسبة للاقتصاد الوطني. هنا نحكي على طبعا أرقام طبعا مهولة بالنسبة للاقتصاد الصيني ودور الاقتصاد الصيني في الجزائر، وطبعا كشريك مهم في المراحل الجاية خاصة في العمل المنجبي اللي راح نشوفه طبعا في غرج بلاد وفي عدة شراكات جزائرية صينية في المراحل السابقة اللي مكلمة. ثم المرتبة الثانية هي نظن راح تكون عن قريب اللي هي روسيا، وبعدها ممكن تكون تركيا، وبعدها تكون فرنسا معناتها الرتبة الرابعة في المراحل الجاية. لأنه أنا قلت لك كانت الرقم الإجمالي بالنسبة للمداخيل الفرنسية بالنسبة للجزائر حوالي 18 مليار دولار من طبعا 60 مليار دولار اللي هي ميزانية الدولة الجزائرية. لازم نعرف أنه حتى الاستثمارات الفرنسية اللي كانت في المراحل السابقة بكل صراحة لم تكن استثمارات حقيقية، ولكن كانت استغلال بالنسبة لمقومات الاقتصاد الجزائري. هنا نحكي هل يمكن طبعا شراكة في قطاع سياحي، ونعرف أن الجزائر تقريبا حوالي 1400 كيلومتر موجودة، هل يمكن طبعا شراكة حقيقية في إطار صناعة وطنية؟ لما نشوف صناعة تركيب السيارات اللي كانت موجودة طبعا في الجزائر، وأكبر تهريب بالنسبة لي طبعا العملة، هذا اللي كنا نحكي عليه أنه مثلا معدل الاندماج كان ضعيف، معدل الاندماج كان ضعيف في طبعا التركيب. حتى الشركات اللي كانت موجوده طبعا شركات بسيطه، الهدف منها هو استغلال الجزائر اكبر استغلال لتحقيق ارباح معينه فقط. انه هذه الارقام انخفضت الى طبعا حيث اصبح الاستثمار الفرنسي تقريبا 2.5 مليار دولار خلال هذه السنه اللي هو سنه 21، وبالتالي الجزائر انا عرفت كيف تنوع، طبعا تنوع استثماراتها من خلال دول متعددة، وتنوع كذلك واردتها ليس من خلال روسيا فقط ولكن حتى في دول أمريكا. هذا الإشكال أنه الجزائر نظن الجزائر كدور جيوسياسي خاصة في القارة الإفريقية، ونظن هذه الحركية وطبعا هذا القرار طبعا السيادي اللي خضعته الجزائر في هذه الأونة الأخيرة نظرا للإهانة طبعا غير مقبولة من طرف الرئيس الفرنسي من 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 طرف المراهق السياسي نقول في فرنسا، نظن أنه نسبة النجاح بالنسبة لماكرون في المراحل القادمة انخفضت جدا، وطبعا حتى الشعبية انخفضت جدا بهذه الطريقة. ونعرف أنه تمثل أو ما يمثل الجزائر تقريبا 8 مليون
جزائري موجود في فرنسا، الهدف التراجع قلت نتاعو، ولكن تراجع ثقة الجزائريين الموجود في فرنسا، ونظن الثقة نتاعو طبعا زالت الى الابد، سواء بالنسبه للجزائريين الموجودين محليا او طبعا المغتربين الموجودين في فرنسا او طبعا كل حلفاء. ونشوفوا بعض القرارات اللي بدات بعد القرارات اللي في الجزائر شفناها في مالي، وراح نشوفها في دول كثير. نعم. طب دكتور رضوان، يعني حقيقة البلدان انخرطا في مباحثات مباشرة على مستوى الرئاسة، مستفيدان أو مستفيدين من العلاقة الودية بين عبد المجيد تبون رئيس الجزائر وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، لكن حتى الآن أبت فرنسا أن تحقق الرغبة الجزائرية بالاعتذار عن التاريخ الاستعماري أو تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر وما فعلته من أعمال في هذا البلد. هذه الحادثة التي صعدت بين البلدين، هل يمكن أن تعطي زخماً لقضية ما بات يعرف بصلح الذاكرات بين البلدين، وتدفع فرنسا نحو تقبل فكرة الاعتذار للجزائريين، أم أن هذا الأمر سيتأثر سلباً؟ لا، شوف أخي، من الصعب اليوم القول أنه فرنسا التي تعتذر منذ عام 1922 ستعتذر يوم الماضي بطريقة مباشرة. ربما سيكون هناك تمثيل للأجواء التي تقدم فرنسا من أجل مصالحها الاقتصادية بعض التنازلات، وربما سيشكر ماكرون في أيامه الأخيرة على التنازل أكثر، وربما أنا لا أستطيع دكتور رضوان، معذرة لا أستطيع سماعك يعني بشكل واضح، ربما لخلل فني. طيب سأعود إليك، سأحاول العودة إليك بعد قليل حتى يتم إصلاح هذا الخلل. أستاذ يوسف، يعني نتحدث عن مستقبل علاقات فرنسية وجزائرية أكثر هشاشة في المرحلة المقبلة، أم نتحدث عن علاقات أكثر قربا وتوطيدا بما كان بينهما في السابق؟ هذا يلعب فيه الدور الكبير يلعبه الشعب. لو تكون هناك الشعب الجزائري، الشعب الجزائري طبعا، لأنه هو الذي أهين بالأخير يعني، فمع أنه الإهانة ترجع إلى قائلها أولا، لأنه يجهل التاريخ ويعني أعطى فكرة الصورة، أعطى لأنه موجود عندهم فيكتور هيغو، هذا هو عقل فرنسا يعني أحد عقول فرنسا معروف يعني، قال أن فرنسا لم تقم بواجبها كما ينبغي في التقتيل في الجزائر. إذا كان هذا فكركم الذي تستدلون به وتفتخرون به على أنه هذا هو الفكر الفرنسي، يقول مثل هذا الكلام، هذا يعني أنكم أمة مبنية على القتل والتقتيل. ولكن ليس بالضرورة أن يكون يعني هو عقل فرنسا كلها، وإنما يعبر عن فكرة ربما تكون شاذة في فرنسا. إذا كانت شاذة فماكرون أحدها وهو رئيس فرنسا. إذا كنا نضع من يمثلنا فبحيث يوصل صورتنا بهذه الرداء إلى الأمم الأخرى، فالأولى أن نستغني عنه. لكن هذا أنا كما قلت لك أن الدور الكبير الذي يستطيع أن يرد به ردا قاسيا على فرنسا هو الشعب. أيها الشعب الجزائري، أنت السوق الأولى للمنتجات الفرنسية، فبإمكانك الرد على الإهانة التي أهنت بها من طرف رئيس فرنسا، وفرنسا لا زالت إلى اليوم هذا إلى يومنا هذا تحتل القرار السياسي في الجزائر، وهي التي بعد أن كانت إحدى أصغر مدننا تطعم أوروبا كلها بالقمح، هي الآن أول مورد للقمح في الجزائر. فبإمكان إن كانت منظومة الحكم في الجزائر الآن تريد أن تثبت أنها تريد أن تنوع الاقتصاد الجزائري، أول ما يجب فعله عليها تنويع مصادر، أو لا أقول تنويع مصادر استيراد القمح، عليها أن ترجع إلى استعمال الأرض الجزائرية لاستخراج قمحها الذي كانت تصدره إلى أوروبا. هذه واحد، وقس على ذلك في جميع يعني ما هو اقتصادي، سواء من استيراد السيارات أو من استيراد الماكينات أو من استيراد التكنولوجيا، هناك العالم مفتوح وهناك تكنولوجيا أكثر مما موجودة في فرنسا. ألمانيا متطورة على فرنسا تكنولوجيا، السويد متطورة على فرنسا تكنولوجيا، يعني هناك عدة مصادر لاستيراد ما ينقصنا في بلداننا، إلى أن تأتي الـ يعني المتعلمون منا ويصنعون لنا تكنولوجيا خاصة بنا. طيب، فهذا ما أدعو إليه الشعب الجزائري أن يرد به. نعم. على ما قاله رئيس فرنسا. سأعود لأسألك يعني عن شيء قريب من هذا، لكن قبل ذلك دكتور تغرسي، يعني إذا ما كانت فرنسا تبحث عن كنز مفقود في الجزائر، وخصوصا بعد التغيير النسبي في النهج السياسي الخارجي في التعامل مع فرنسا بالنسبة للنظام الراهن عقب الاحتجاجات الجزائرية، إذا ما صح التعبير، فماذا لدى الجزائر كي تقدمه لفرنسا إذا ما أرادت فرنسا العودة
إلى الجزائر؟ والله نظن الكاس المكسور لا يمكن أن يتصلح أو لا يمكن أن يصلح، يمكن أن العلاقات تولي ولكن بطريقة احترامية. لازم نحترم أنه هذه الجزائر هي بلد مستقل، عنده طبعا كرامته وعنده هيبته وعنده طبعا مسؤولياته وعنده كل الأمور هذه، وبالتالي أنه لازم نتعامل بمنطق الند بالند بالنسبة للجزائر. الفكرة الموجودة اللي في فرنسا وما راحتش ما قدرتش تروح، فكرة أنه ما زالت تتعامل مع إفريقيا كلها كأنها دول استعمارية، دول طبعا لنفاذ الأسواق نتاعها وتوزيع الفائض بالنسبة لفرنسا. هذه الإشكالية أنه فرنسا ومسؤولي فرنسا لم يتخلصوا طبعا من الفكرة هذه. نظن حتى ملف الذاكرة اللي كان موجود على طاولة البرلمان واللي ما صدقش عليه البرلمان السابق، نتمنى أن البرلمان الحالي صادق على ملف الذاكرة، لأنه باش على الأقل نحمل مسؤولية فرنسا طبعا أهم الأخطاء اللي كانت موجودة في الماضي، وأهم طبعا نقدر نقول أهم الأبشع الحقائق اللي كانت موجودة في المراحل السابقة، والاعتراف كذلك بهذه هذه خلينا نقول انه هذه الاخطاء الفادحه واللي كلفت الجزائر نظن تقريبا مش اخطاء ولكن جرائم موجوده تقريبا اكثر من 1830. هي اذا دكتور تغرسي اذا ما اعتبرنا ان تصريحات ماكرون هي محاولة لتحريك المياه الراكدة في العلاقة الاقتصادية مع الجزائر، محاولة للفت الجزائريين بأن الجزائر بأن فرنسا غاضبة وأنها تريد حصة أكبر مثلا في من المخزون من الثروات الجزائرية، ماذا بإمكان النظام السياسي الآن في الجزائر أن يقدم لفرنسا في هذا السياق برأيك؟ شوف النظام الفرنسي والنظام الجزائري صراحة نظن عرف الانفتاح وعرف من هم الأحباب ومن هم الأصدقاء ومن هم الأعداء، خاصة وفق هذا النظام الجزائري. وكذلك منذ طبعا الكوفيد هذا شفنا أنه كيف يمكن التعامل مع كثير من دول والأصدقاء القدم الجدد كذلك، لأنه لما نحكي على الصين طبعا منذ تاريخ الاستعمار والصين طبعا مرافق الجزائر وروسيا طبعا وتركيا وكثير من دول. نظن لما نشوف مثلا المشكلة بالنسبة لي أو مدى توريد بالنسبة للغاز في أوروبا، نظن أكبر شريك هو طبعا الشريك الإيطالي والشريك طبعا الإسباني، بأقل درجة الشريك الفرنسي. ما أنت بكل صراحة دولة الجزائر أصبحت قوية في هذه المرحلة، قوية بنظامها، قوية بشعبها، قوية بثقافتها، قوية طبعا بتنويع الاقتصاد نتاعها، قوية طبعا بطاقاتها، قوية خاصة طبعا خلينا نقول انه مؤخرا شفنا حركية طبعا دبلوماسية طبعا اقتصاد، لانه علاش كانه كنا عايشين في مرحلة معينة. نعم النظام السابق تحمل مسؤولية لانه كانت كل الامتيازات لفرنسا، لا يمكن طبعا استرجاع هذه الامتيازات لفرنسا، لا يمكن اعطاء هذه الامتيازات لفرنسا من غير المعقول. انت تشوف الانسان وهذا هو زبدة الكلام. يعني دكتور تغرسي أرجو المعذرة عن المقاطعة، أدركنا الوقت، هذا هو زبدة الكلام بأن الجزائر كما قال الدكتور تغرسي لا يمكن أن تعطي لفرنسا ما كانت تعطيه إياها في السابق. وأختم معك بدقيقة ونصف، يعني الآن النظامان مأزومان في الداخل بحسب مراقبين في الجزائر ومراقبين فرنسيين، ماكرون لم يحقق للجزائري للفرنسيين وعوده، والنظام الجزائري لم يحقق للحراك الجزائري كثيرا مما طالبه بها. من الرابح ومن الخاسر في ميزان الربح والخسارة بين النظامين بعد هذه الأزمة؟ بعد هذه الأزمة يعني في الأخير مثل ما قلت فيما سبق أن النظام الجزائري جله يحمل الجنسية المزدوجة، وأنا لا أتصور أن فرنسي ينتمي إلى فرنسا أكثر مما ينتمي إلى الجزائر التي هو ولد فيها، باعتبار كذا أنه سيسعى لمصالح الجزائر على المصالح الفرنسية.
وفرنسا ما لم تتغير منظومة الحكم في الجزائر لن يكون لفرنسا لن يكون تغير هناك في الجزائر بالنسبة للرؤية الجزائرية إلى فرنسا. ففرنسا إلى يوم الناس هذا ما زالت تضع يدها على الجزائر بنسبة كبيرة في القرار السياسي، والسياسيون والذين يحكمون الجزائر هذا صورة صغيرة فقط. الحرائق السابقة التي وقعت في الجزائر عرضت عدة دول بالمجان، منها الكويت، منها قطر، منها كذا، مساعدة بطائرات لإطفاء الحرائق، لكن الجزائر فضلت أن تضع كل هؤلاء جانبا وتذهب لكي تؤجر طائرات لإطفاء الحرائق من فرنسا. لماذا هذا؟ طائرة يعني كل شيء مرتبط في فرنسا مع أنه عرض بالمجان، لماذا تدفع النقود لكي تأتي بالنجدة؟ فهذا يثبت، أكبر دليل يثبت على أنه الجزائر ما لم يتغير نظام الحكم في الجزائر لن يكون هناك تعامل ند لند مع فرنسا. أشكرك شكرا جزيلا وضح. شكرا مشاهدينا الكرام. ختاما أشكر ضيوفي الكرام، معي في الاستوديو الأستاذ يوسف بن رجب بن سالم المحلل السياسي الجزائري، وشاركنا الحوار عبر سكايب من الجزائر العاصمة الدكتور تغراسي الهواري البرلماني الجزائري السابق والخبير الاقتصادي، وأيضا كان معنا من الجزائر الدكتور رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أشكرهم شكرا جزيلا على هذه المشاركة، لكن الشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدينا الفاضلين، دمتم في حراسة الله.